مساء الخير، انا نهى نجي، فنانه تشكيليه من اسكندريه، اصلا من اسكندريه بس يعني مصريه طبعا. تخرجت من كليه فنون جميله سنه 1992. مش عايزه اتكلم عن التقدير، هو كان تقدير كويس كل حاجه يعني، بس مش ده المهم. بعد كده في مشواري كفنانه درست على الدكتور فاروق وهبه سنه 92. دي كانت فترة مهمة جدا في الفن في مصر، بس أنا لازم أتكلم كمان عن قبل كده. تأثرت جدا بالفنان سعيد حدية، لأن هو تقريبا كان مربيني من وأنا طفلة، فبداية علاقتي بالفن بدأت بالحفر والرسم، مع إن أنا ما مارستش الحفر بعد كده وما تخصصتش فيه وماليش تجارب يعني فنية في الحفر، لكن الرسم فضل مكمل معايا فترة طويلة. دكتور فاروق بعد كده كان مؤثر كمان، لأن كان شايفه ان هو كان من اهم فنانين المعاصره في مصر في الوقت ده، التسعينات اللي هي فتره يعني انا بشوف انها من اهم الفترات في تاريخ الفن الحديث في مصر. ومبسوطه ان حصل ان انا كنت جزء من الكلام ده في وقت من الاوقات. اشتركت في معارض كتير في وقتها، وكان اخر حاجه كان بينالي القاهره سنه 96. وبعدين انقطعت فترة عن العرض، ما انقطعتش عن الفن بس انقطعت عن العرض فترة طويلة، يعني حاجة بتاعت 16 سنة كده. كنت بشتغل كده في السر بس من غير معرض، لأني كان عندي 4 أولاد كنت مهتمة بيهم. وبعد ما رجعت 2003 لقيت نفسي مش عارفة أرسم زي ما كنت برسم زمان، لأنه حسيت إن أنا مش نفس الشخص. يعني التصوير اللي كنت بعمله زمان وانا في التسعينات، لما جيت اشتغله تاني حسيت ان انا بقلد واحده تانيه، ودي مش انا، او دي مش انا النهارده، بقلد نفسي وانا عندي 20 سنه. بعد شويه من التخبط اخدت وقفه وقررت ان انا ابدا نقطه من اول السطر. المساله كانت بالنسبه لي محرجه شويه ان انا اخد قرار زي ده وانا في الاربعينات، بس انا كنت شايفه ان ده الصح. بدات تجربه رسم، وبدأت كأني بتعرف على كل حاجة من أول وجديد، كأني بتعرف على الخط من الأول، كأني بتعرف على الكتلة، كأني بتعرف على الظل، كأني بتعرف على الجسد البشري من أول وجديد. اختياراتي وقتها كلها ما كانتش لها علاقة بجماليات الشكل قد ما كانت لها علاقة بالجزء اللي استجد جديد عليا، وهو التاريخ الشخصي اللي بيتسجل على أجسامنا. في الحالة دي كنت عايزة استبعد البورتريه، لأنه حسيت أنه ده يحتمل أن يكون تاريخ زائف، فاستبعدته في اللحظة دي. قررت أن أشتغل على العلامات اللي بيسيبها تجاربنا الشخصية على أجسامنا، الإيدين، الأطراف، الجسم، التجارب الحياتية. أكيد تجربتي الحياتية كواحدة خلفت 4 أولاد انعكست على الشكل ده، ظهرت هنا الكاركترز بتاعت الست الحامل واللي لسه والدة والحاجات اللي بالمعايير التقليدية مش بيتعاملوا معاها على إنها مقاييس الجمال التقليدية، بس الحقيقة إنها مقاييس جمال إنسانية حسيت إنها عالية جدا وجذبتني لفترة طويلة. بدأت أتعامل مع أجساد الناس الكبار، ستات كبار، رجالة كبار، بس الجسم اللي شايل تاريخ صاحبه، واللي جماله في ان هو شايل تاريخ صاحبه بحالته التعبيريه. الوش هنا مش هو المهم خالص، الوش ممكن يستخبى، لكن الجسم هو اللي هيقول الحقيقه بدون مجامله، بدون عمليات تجميل، بدون اي انذاريه. في الوقت ده اختفت تفاصيل كتير جدا كنت بشوف ان ملهاش لازمه، ما كنتش بعمل شعر، ما كنتش بعمل ضوافر، ما كنتش بعمل هدوم، كل دي حاجات ثانويه ممكن نستغنى عنها دلوقتي عشان احنا بندور على التاريخ الاصلي للشخصيه. بس لان انا طبيعتي شخصيه ملوله، بحب دايما التغيير، فعشان كده بدا يخرج من التجربه دي حاجه ثانيه. بدات احط الميكس ميديا على الرسم. كنت لسه بتعامل مع الورق، دخلت الطباعه، مش الطباعه بتاعت الحفر التقليديه، لا طباعه ديجيتال. بدأت أشتغل عليها بطبقات كولاج، طباعة، رسم، تلوين، وأشوف النتيجة هتوصل لحد فين. بداية التجربة دي كانت في معرض عملناه
مع مجموعة من أصدقائي في اسكندرية فنانات، كان اسمه الخبيئة سنة 2018. المعرض ده بالنسبة لي أنا مهم جدا، لأنه هو كان نقلة في شغلي. ظهر وقتها النحت اللين، المجموعة النحت اللي بدأت أشتغل فيها اللي عملتها بالشرابات والقب، وظهر التطور بتاع الرسم، نقلة الرسم للميكس ميديا. خرجت من التجربة دي بتكنيكس جديدة وكنت مبسوطة بيهم، وظهر النحت وشفت هنا الرسم بيتحول لكتلة وبيخرج، وبدأت أشوفه وهو بيتجسم، وفهمت أول مرة يعني إيه النحاتين كانوا بيغمضوا عينيهم ويعمل كده ويبدأ يشوف الكتلة ومش هيشوفها غير في الحالة دي. وحسيت إن ده موضوع مختلف. بعدها دورت وشي ورجعت تاني للرسم، لقيت إن أنا بقيت بشوف الرسم بمنطق مختلف عن اللي كنت بشوفه قبل ما اشتغل في النحت. حسيت كده في لحظات وانا برسم ان انا ممكن اغمض عيني واشوف الخطوط كده اتجسمت ولا لا. خدت فتره ولسه بشتغل عليها، لكن بدا يظهر كمان اللون. افتكرت ان انا كنت مصوره اصلا، وتجربتي في النحت لانها كانت ملونه بدات تستفز عندي الفكره ان انا ارجع تاني للتلوين. فرجعت فعلا اعمل تصوير، استخدمت اكريليك شويه بس ما حبيتش قوي الخامه دي، ما حسيتهاش اقرب حاجه ليا. رجعت تاني اشتغل بالزيت، حبيته جدا، انا اصلا كنت بحبه يعني، وحسيت انه خامه معبره ومتخصصه. ودلوقتي رجعت تاني ادخل العناصر اللي انا استبعدتها، يعني البورتريهات اللي انا استبعدتها في فتره، رجعت اظهر تاني في شغلي. وانا مع ان انا في فتره من الفترات قلت ان انا البورتري هيختفي من حياتي للابد، بس يعني غالبا انا مش حاسه ان نفسي لما اقول كلام من النوع ده تاني، لانه ظهر تاني وظهر بشكل جديد ومختلف عن اللي انا كنت متعوده عليه. بدا اللون يدخل بشكل كمان جميل مع ان انا كنت غضبان عليه في فتره، لكن زي ما قلت انا برجع بكلمي في الحاجات دي. ودلوقتي انا شايفه ان انا بشتغل على 4 سكك الشغل. الرسم طبعا موجود طول الوقت ومستمر، تحت اللين انا شايفه ان التجربه دي بتكبر معايا، وحاسه انها هتاخد مساحه اكبر الفتره الجايه. دي تجربه تعبيريا عاليه جدا، وهي مشكله انها بتاخد وقت طويل، لكنها انا يعني اظن انها هتظهر الفتره الجايه كتير. الشغل ميكس ميديا اللي بحسه بيعبر عن الزمن اللي احنا فيه جدا، في تجربه منه كان لها علاقه بالديجيتال، ودي ظهرت وقت الكورونا، لانه انا لقيت ساعتها ان احنا تحولنا لحاجه شبه اللي كانت بتيجي في الماتريكس كده، رجعنا ورا الشاشات وحصل دمج ما بيننا كشخصيات انسانيه وما بين المونيتورز اللي احنا بنتعامل معاها، فخرجت كائنات هي اللي انا رسمتها في الوقت ده. الخلطه ما بين الانسان والشخصيه الالكترونيه او العالم الالكتروني او مش عارفه دلوقتي بيسموه ايه، يعني انا مش من الجيل ده بس اتفرجت عليه. في خلطه كده حسيت انها مثيره وانها هيكون لها بطوله الفتره الجايه. من بعد ما اشتغلت على التجربه دي في 2020 و2021 ركنتها شويه وبدات اشتغل على حاجه تانية، لكن مع التطور والنقله اللي حصلت الاخرانيه والميتافيرس وبتاع، بدات احس انه لا، التجربه دي لازم ترجع تظهر تاني. التجربه دي انا شايفه انها كانت استشرافيه، وانه في كلام كتير جاي له علاقه بالحاله دي. الحاله دي مش هتكون حاله عابره وتعدي، دي هتكون حاله مؤثره في تاريخ المعاصر والايام اللي جايه، فاظن انها هترجع تظهر تاني برضو في شغلي. حاليا بشتغل على تجربه تصويريه انا شايفه ان انا بحط فيها حاله تعبيريه انا حباها. بعد التجربه اللي كنت بتكلم فيها عن الاختلاط ما بين او الدمج ما بين الشخصيات الحقيقيه والديجيتال، التجربه التصويريه اللي بشتغل عليها دلوقتي انا برسم الوش الحقيقي اللي ورا الكلام ده كله، الوش اللي مستخبي ورا الكاميرا، الوش اللي يمكن احنا مش عايزين نشوفه.
ممكن نكون بنغمض عيننا كده او بنجمل ونحط في الايديتور للصور عشان ما نشوفوش، بس الحقيقه ان هو ده الوش اللي كل واحد فينا بيحبه في نفسه، ان هو ده الوش اللي احنا اكتر واحد عارفينه. وبدات تدخل بقى شخصيات موجوده في الحياه حواليا، ناس اعرفها او ناس تعاملت معاها بالصدفه، ممكن حتى سواء تاكسي او حاجه، شكله كان معبر وحالته الانسانيه طغت على ملامحه، فممكن الشخص ده تحول للوحه. اتمنى ان التجربه الجديده دي تلاقي يعني قبول وتوصل للناس زي ما هي وصلوني، واتمنى ما اكونش طولت عليكم. شكرا.